السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غندير معكم نوجد معكم سبوسه بالنكهه ديال الليمون. بداو على بركه الله. بسم الله. عندي ثلاثه البيضات، عندي خنيشه واحده ديال الخميره ديال الحلوه، خنيشه واحده ديال الفاني، عندي قشره ديال الليمون محكوكه، قبيصه ديال الملح، كاس ديال الليمون، جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، كاس الزيت الروميه ما عامرش، وسكر غندير على حساب الذوق. نبداو بسم الله. كاس الليمون، كاس الزيت، قشرة الليمون، قبيصة ديال الملحة، سكر غندير ثلاثة معالق حيت السيرو باش غنسقيه حتى هو غيكون حلو، ثلاثة المعالق كبار، دابا غندير السنيد سميدة صابر. على حساب السميده واش كتشرب، الا كانت السميده كتشرب كديروا جوج كيسان، كانت السميده ما كتشربش كديروا. انا عندي السميده ما كتشربش بزاف، غندير لها دابا جوج كيسان ونص ديال السميده. هاي عندي المول، خديت هذا المول الصغير هذا، دهنته بشويه ديال الزيت ورشيت عليه شويه ديال السميده. صافي دابا غادي نكبها باش ندخلها للفران. نشعل الفران من التحت ومن الفوق، دابا غنديرها طيب في الفران، ندخل الطيب وغندوز نصوب السيرو باش غنسقيها. دابا غندوز نصوب السيرو باش غنسقي كيكه، كيف ما غنخرجها من الفران غنسقيها ديك الساعات كتكون سخونه. عندي هنايا كاس كبير ديال الليمون، سكر على حساب الذوق، وعندي النكهه ديال الزهر، غناخذ منها غير واحد رويز ديال المعلقه حيت مجهده. صافي كاس ديال الليمون، سكر عندي هنايا ثلاثه المعالق، صافي وغنديرو يطيب فوق البوطه، ما غير واحد شويه غنخليه جاري، ما نخليش حتى يتعسل ينشف بزاف. المهم هالبسبوسه ديالي ها هي وجدات، هي خرجت من الفران مازال سخونه، نسقيها بالليمون. هذا
مع البسبوسه ديالي ها هي وجدات، هي جات غزاله، جات فنه تبارك الله. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، فيها مقادير ساهلين ماهلين، ما كاين كلشي موجود عندنا في الدار. المهم هي جات زوينه، قطعت معكم واحد الطيب، قطعت معكم طريف ووريه لكم كيفاش جات معسله من الداخل. ها هي كيفاش جات، جات معسلة من الداخل، جات غزالة. كنتمنى تجربوها ونقول لكم بالصحة والراحة، نقول لكم بالسلامة عليكم، الله يعاونكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.